طبعا تمت دعوة الوجوه النشطة والنشطين الذين نراهم في بلدية صرمان، هم الذين يسعوا إلى الرقي ببلديتنا والرقي بشريحة الأطفال. طبعا معكم النائب عن بلدية صرمان في برلمان أطفال ليبيا شاهين شكري الطاهر جديع. نشكر الشؤون الاجتماعية فرع صرمان اللي هي أساسا تابع لها برلمان الطفل الليبي، برلمان أطفال ليبيا، وطبعا هي دائما داعمة لجميع المناشط عدا برلمان أطفال ليبيا، وهذه القاعة تحتفي بجميع المناشط داخل البلدية. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل شخص يجب عليه تقديم فكرة للرقي ببلدية صرمان من الحضور لكي ندونها ونختار الأفضل منها وننفذها بإذن الله أو نعرضها للجهات التنفيذية. بخصوص بلدية صرمان وبالأخص شريحة الأطفال، التعليم الذي هو يخص شريحة الأطفال. طبعا كل فهي احنا ما نقولش يعني نخش في كل شخص يقدم فكرة يراها هو في المدارس إنها هي ناقصة أو في كذا، وبحضور السيد مدير مكتب الإرشاد النفسي بمراقبة التربية والتعليم صرمان. ويعني الموضوع عنده أبناء قسم الدراسات الدبلوماسية. الموضوع يعني يا جماعة احنا كعائلة توا كنا ندرس في مربوعة، ما نربوش احنا نكبر الموضوع واجتماع ومثلا نقول اتكلم وقول ان الموضوع ببساطه اهم شريحه المجتمع، هذا النواه اللي بتاسس عليها المجتمع. يعني احنا المجتمعات كلها تجي تركز على البدايه في الاطفال، هذا داروا لهم برلمان. طبعا البرلمان لما داروا لهم فيه ميثاق، الميثاق هذا يشمل عده نقاط. هذا تو طبعا استاذ شاهين قاعد في بداية طريقة يبدي ناس كفاءات معه في المجتمع كيف تفهم الفكرة وكيف زلت الدكتور لما يمشي لمريض يعرف شخص ويعطيه الدواء الصحيح. تو احنا مرات حد ما يفقهش ما يفهمش شو الأمور هذه ياخذ يرجع خطوة الخلف يخلي اللي غيره يشتغل في اللي تو حاليا مرات ماسك المكان كذا، لكن هو عبارة عن كرسي يعمل فيه وخلاص. يعني فهمت ممكن في ناس جنود مجهوله تشتغل في الشغل هذا اكثر من 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 المسؤول نفسه. طبعا ما ننساش شكر الشؤون الاجتماعيه صرمان بصراحه، يعني كذا من 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 محافل ومن انشطه نشوفها على التواصل الاجتماعي، يعني بصراحه جهود تشكر، يعني ومن ضمن النشاطات يعني التمرين حتى بالطفل. فالموضوع يعني جماعه هذا يعني بلاد مدينتكم انتم، يعني شنو توفروا اللي تقدروا بتوفروا مثلا الطفل في التعليم. نشوفوا احنا يا جماعه حتى ظاهره المخدرات مثال انتشر حتى في المدارس، الاخصائيين النفسيين ناقصين في المدارس. الاخصائي النفسي تعطيه تقرير مثلا على المدرسه الاطفال، ف يعني حتى السلوك الطفل لابد ان لما الاولياء الامور مرات عاطينا في مدرسه، لكن لابد انك تعرف السلوك نتاعها. يعني بخصوص الاخصائيين الاجتماعيين انا نشوف داخل مدارس صرمان، درت زياره لكذا مدرسه، نشوف ان الاخصائيين الاجتماعيين قائمين بدورهم على اكمل وجه. بصراحه استاذ سمير الحمروني التقيت به في مدرسه صرمان المركزيه، كان هو مش احنا نحطوش العبء كله على مثلا نحملوا جزء منه الى ولي الامر، نحملوا جزء منه الى الاخصائي الاجتماعي. درسنا في صرمان الحمد لله ما فيهاش مخدرات مثلا، يعني استحاله ان يكون فيه، لان احنا لان الله بوجود الخيرين سيتم القضاء عليها بالكامل. فطبعا في مواضيع ثانيه اللي هي العنف مع الطفل، العنف مع الطفل في قرار وزارة التربية والتعليم يمنع ضرب الطفل في 2022.
مو مرات يضطر الامر للمدرس انه يلزم الطالب. ايه يلزم. واحنا معاه الشيء هذا. لانه بالذات حاليا الراي صاير انحلال. وصاير غزو ثقافي، خلينا نتكلم بصفه عامه، تو احنا خشينا في الموضوع طول غزتنا على التعليم ولا بننظر سوري فئه معينه. لان هي اهم حاجه التعليم. التعليم باي تمام. واتمنى ان كان معنا حتى الاستاذ بتاع مكتب رياض الاطفال لو كان موجود معنا كان افضل مرات. هذا المكتب ممكن رياض الاطفال لاحظتها انا في سلمان ينعدوا على الصبر. هو هذا يكون مش جاه الدعوه انت. طبعا تم توجيه الدعوه لعده. معلش اول شيء بسم الله والصلاه والسلام. إن هم ذهبوا فلا تخافوا لهم زوالا. الحمل كبير عليكم جدا جدا، إذا ممكن نوصل لمرحلة الستينات وكذا، لكن الحمل عليكم أنتم هلبة يعني. السيد زهير تطرق للأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي في المدارس. العمل اللي قايمين به الأخصائيين والمرشدين في بلدية سلمان بالذات يعني على مستوى الدولة الليبية معروفة بلدية سلمان، وهذا شيء والفضل لله أولا وللمرشدين والأخصائيين اللي موجودين في المدارس. ملفات لكل طالب عنده استبيان خاص به، حالات الطلاق، حالات المرض، حالات اليتيم، التحدث ولا حرج، انتشار المخدرات، والحمد لله والفضل لله والمن لله ما عندناش ولا أي حالة. احنا درنا كذا محاضرة، كذا دورات، يعني استجلبنا ناس مختصة من طرابلس، الدكتور عبد الحكيم قنيوي هذا معروف على مستوى ليبيا، الدكتور محمد علي الصغير حتى هو دائما يعني شيء مدرسنا خاص، وركزنا على المرحلة شيء مراحل ثانوية. تو ما جيش نجيب محاضر يعطي يسعى المخدرات في صف خامس ابتدائي وصف رابع ابتدائي، ما عرفهاش، لكن جيبوا فيه للمراحل الثانوية وخصصنا منه ثاني الذكور نزل الله بها من سلطان. فوزارة التربية والتعليم أسرت على دور الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي في المدارس. يعني المدرسة دراها مثلث، مدير المدرسة الأخصائي، طبعا هو مكتب واحد بس بدو، والطالب المعلم ممكن يجي يعطي حصته 45 دقيقة وتوكل على الله، لكن المرشد والأخصائي شكون فيا؟ ايه شكون فيه كيف معناها تشهد شهادة حق، يعني الأخصائي الاجتماعي يطلبوا منها تقرير على حالة مثال طالب أو حالة طالبة، قلت لها هيك وإحنا معاك قلب الوقاية بالضبط للمدارس. فالحمد لله بلاد راهي والله بخير وفيها ناس طيبة وناس خيرة. إحنا اليوم في كان عندنا احتفال بيوم الاختصاص الاجتماعي في مدرسة سكينة بن حسين يوم 2 فبراير، فيه احد الضيوف كان حاضر معنا قال لي انا اليوم فاجأت والله جديت، يعني قال لي يعني اليوم قال كنت حاط التعليم انه انتهي، لان حتى اختيار الالفاظ يا جماعه راهي لها دور كبير، لما نقول حولوها على التقاعد شيء يعني شو احباط المعلم بالضبط يعني. لكن الناس ترجع ما فيش والله بعض المدارس والله العظيم لازم تكون شديدة نوعا ما المعلمات وكإدارة مدرسة. راهو بدينا نشوفه في أشياء من الطلبة والطالبات سواء ذكور ولا إناث، والله أشياء غريبة، راهي أشياء من المدرسة حتى يعني موجود المكتب النفسي موجود، الاجتماعي موجود، الأخصائية الاجتماعية تشتغل في المدرسة، لكن مع هذا لما نسمعوا في حاجات من المعلمات خلونا احنا نجوا مع الطالب ومع المعلم او المعلمه مع الاثنين، لما نسمعوا اشياء نستغربوا ان طالب او طالبه هيك يدير فعل زي هذا، والله العظيم نستغربوا. في من اولياء الامور داعمين صغار مع الغلط اكثر من اهله، لان بيطلع شوف اللي يقرا الصبح بيطلع من الساعه 8 بيروح الساعه 2، واللي يقرا العشيه راه بيطلع الساعه 12 بيروح الساعه 5، توا بيروح الساعه 6، معناها التربيه حتى في المدرسه حتى ولي الامر لا هذا نحكي شيء خلاه انه هو عنيف حتى في المدرسه مع زملائها ومع المعلمين والمعلمات،
فاحنا هنا ما نقدروش نجوع. هما كم مراقب التعليم عندهم لجنة لما تجيهم شكوى على مدرسة معينة يطلعوا فوق ما عندهمش. ما يطلعوش. ما يطلعوش. شوية يا جماعة. شوية. صار معايا التعليم. أنا قبل نعطيك حل. بلاش استاذ. احنا مجرد توصيات احنا تدونها عندك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد حامد مبروك لبحة رئيس مكتب القانوني بفرع السوق الاجتماعية صرمان. اليوم نلتقي بمبدعين ومتميزين مدينة لملتقى حواري أو جلسة حوارية لمناقشة ما يستجد من أعمال برلمان الطفل الليبي اللي مثلنا عضو بلدية صرمان اللي هو عضو برلمان الطفل الليبي اللي هو سيد شاهين الطفل شاهين جداع. الحقيقة كانت الشهود الاجتماعية راعية لهذا المشروع هو برلمان الطفل الليبي، وتميز عضو بلدية صرمان في هذا المجال. واليوم نتطرق لبعض مناقشة بعض المسائل التي تهم البلدية والبلدية بشكل خاص والدولة بشكل عام. يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أشرف عليه صلوات الله وسلامه. النائب عن بلدية صرمان في برلمان أطفال ليبيا شاهين شكري الطاهر جديع التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا. أشكر قناة المسار على تغطية هذه الجلسة الحوارية في قاعة الشؤون الاجتماعية صرمان التي تنظمها الشؤون الاجتماعية فرع صرمان والنائب عن بلدية صرمان في برلمان أطفال ليبيا. وأشكر الحضور وحضر وفد من الشباب وحضر وفد من المجلس المحلي للشباب صرمان وحضر من مراقبة التربية والتعليم صرمان وحضر أيضا من الناشطين الاجتماعيين وحضر من المحللين السياسيين داخل بلدية صرمان عددا لا بأس به. وهذه الجلسة الحوارية كان هدفها زيادة الفائدة وزيادة التوعية وكانت هذه الجلسة الحوارية بعنوان ملتقى المبدعين والمتميزين والمؤثرين بالمجتمع داخل بلدية صرمان. أشكركم جميعا، مع السلامة.